برنامج معاقين. اليوم كنتواجدوا في ورشة اختتام مشروع جميعا ضد كوفيد. هذا المشروع اللي جاء بشراكة مع سفارة فرنسا بالمغرب ومن إنجاز جمعية السلام لإدماج المعاقين. وهذا المشروع ليس بجديد لجمعية السلام، لأن جمعية السلام منذ تأسيس ديالها حملات على العاتق ديالها تقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية للفئات الهشة والمتضررة من جائحة كوفيد. وكما كنعرفوا جميع أن المغرب كباقي أو كسائر الدول تضرر من جائحة كورونا 19، وحنا كجمعية لابد أن يكون انخراط ديالنا في هذه المحنة هذه كباقي المؤسسات الاجتماعية والمدنية. والانخراط ديالنا جاء عبر هذا المشروع ديال جميعا ضد كوفيد اللي فيه جوج المحاور الرئيسية وأساسية. المحور الأول كيتجلى في الدعم التقديم المباشر للأسر المتضررة، وذلك عبر دعم مواد غذائية أساسية لمدة 8 أشهر لفائدة 30 أسرة معوزة، وكذلك تقديم مجموعة ديال الأدوية الطبية لفائدة الأطفال المتضررة من جائحة كوفيد 19 واللي هي اللي كتعاني من أمراض مزمنة. والمحور الثاني كان عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وذلك من خلال تنظيم مجموعة ديال اللقاءات التحسيسية والتوعوية لفائدة الأمهات الأطفال في وضعية إعاقة. اللقاءات اللي كانت عبر التنمية الذاتية، وكذلك لقاءات اللي كتعرف على كوفيد 19 والآثار السلبية ديالو، كيفاش أننا نقدروا نقاوموا ونتحداو هذه الجائحة ونآمنوا بأن تكون جائحات أكثر من هذا. والحمد لله وفقنا الله أن ننجحوا، وهذا المشروع ترك واحد الواقع وآثار نفسي إيجابي في نفوس الفئة المستهدفة. واليوم كنقدموا الحصيلة عبر تقديم عروض تقييمية اللي كتبين فيها الأنشطة ديال المشروع والنجاح ديالو والوقع ديالو عبر حضور مجموعة ديال المستفيدين والأمهات، الإنصات واحد المجموعة وأخذ مجموعة ديال الشهادات الحية. وإن شاء الله هذا ماشي باقي المشاريع أخرى ضمن المسلسل الاجتماعي ديال الجمعية. وشكرا لجميع وسائل الإعلام اللي كتساندنا وكتواكبنا في مجموعة ديال الأنشطة ديال الجمعية. وهذا ليس بجديد، لأن الحمد لله الجهات السوسمه كتميز بإعلام نزيه، إعلام متميز كيآمن بالقضايا الاجتماعية وكيوصلها بكل حقيقة للرأي العام من أجل أنه يتفاعل معها وينخرط معها. وشكر خاص لصوتكم وكذلك السوس بليس الحضور ديالها الوزين. وشكرا. عبد علي حفيدي، نائب رئيس جمعية السلام للأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء هذا جاء في إطار سياسة التنموية للجمعية والأهداف اللي تقوم بها في مرحلة كوفيد. في هذه الفترة هذه لاحظنا مجموعة من المشاكل، خصوصا أنه تخطط الدولة مجموعة من التدابير الوقائية على هذا الاساس، انه فكرت الجمعيه على اساس انها تقلب حلول لهذه المشاكل اللي تطرحوا في هذه الفتره هذه، خصوصا اننا حنا كنا كنشجعوا مجموعه من القيم ومجموعه من المبادئ لهذا الاشخاص هذو في وضعيه الاعاقه، على اساس انه كاين واحد المشروع تنموي وواحد المخطط استراتيجي للتنميه ديال هذه الفئه هذه. ولكن مع الاسف جات هذه المرحله هذه، حطينا مواقع لانه سي اول مره، لهذه اول مره انه كتوقع هذه الجائحه هذه في المغرب وفي العالم كلشي، وفي هذه الظروف هذه بما يكون عندنا ان حتى شي فكره ولا حتى شي حلول معينه. لهذا كان مجلس التدبير ديال الجمعيه ارتاى انه يقلب على بعض الحلول. من اهداف ديال هذه الحلول انه كيفاش نحاربوا هذاك التباعد اللي كاين بين اطفال وبين الاسره، وهذيك الازمه الماديه او النفسيه اللي كتعيشها الاسر، وفي اطار التجاوب ديالها مع النصائح والملاحظات اللي كيعطيو الاخصائيين عندنا والطرق التربويه اللي كيكون في المراكز. قلبنا على الحلول، بين الحلول اللي طائنا وخدمنا عليها هو هذا المشروع هذا اللي درناه مع القنصليه الفرنسيه. هذا المشروع هذا كان الهدف ديالو اننا نجاوبوا على مجموعه من الاسئله ونعطيو مجموعه من الحلول. اولا في الجانب المتعلق بالاسره، أنا حاولنا نجلسوا مع الاسر ونشتغلوا رغم انه كاين هذه الجائحه هذه،
حفاظا واحتراما للتدابير الوقائيه المنصوص عليها وطنيا، انه حاولنا ان نديروا لقاءات مع الاسر ونخدموا معهم كيفاش يتعاملوا مع الوليدات في هذه الفتره هذه، وقلبنا على الحلول علاش كيفاش انا نخدموا مع الوليدات في المنازل ديالهم. يعني درنا واحد مجموعه من البرامج اللي خدمناها على المدى البعيد وفي التجاوب والتعاون ديال الاسره. ثاني حاجه الجانب الثاني انه كيفاش انا هاد الوليدات كانوا كيستعملوا مجموعه من الادويه، هاد مجموعه من الادويه كانت شويه كتقل كاهل ديال الاسر. قلبنا على حلول مع هاد المشروع هذا على اساس انه هذوك الادويه اللي كيكونوا غاليين وكيستعملوهم بعض الاسر انا نحاولوا ان هاد الاسر نخفوا عليها هاد العيب هذا باش تجاوب معنا. الجانب الثالث انه هو انا نقوم بمجموعه من اللقاءات بحال هذا اللقاء اللي كنتواجدوا فيه اليوم، اولا للبحث العلمي المحض، ثاني حاجه لاعطاء مجموعه من الاجابات على مجموعه من الاشكاليات اللي طرحت لنا في هذه الفتره هذه، وكيفاش نوصلوا التجربه ديالنا اللي قمنا بها في هذه المرحله هذه والحمد لله ناجحه وعطات النجاح ديالها بشهاده الجميع. وخير دليل على ذلك ان اليوم هو اليوم الختامي لهذا المشروع هذا، والحمد لله اننا كملنا العام واليوم 30 في الشهر يعني شهر 7 نهايه الموسم الدراسي، واستطعنا ان نوصلوا للقيم والمبادئ والمخطط اللي كنا خططناه هذه من بدايه الجمعيه لليوم، بغض النظر على الظروف اللي اشتغلنا بها وبغض النظر على هذه الجائحه هذه وبغض النظر على العوامل النفسيه والماديه والمعنويه اللي كنا كنشتغلوا فيها. والحمد لله ونشكر الجميع اللي ساهم من بعيد او قريب في انجاح هذا المشروع، ونشكر كذلك الصحافه ونشكر المجتمع المتداخلين بدورهم اللي تعاونوا معنا في هذا المجال هذا، ونفس الشيء بالنسبه للاطر وبالنسبه للاخصائيين النفسانيين والاطباء اللي اشتغلنا جميع، والمطيرين اللي عطاو مجموعه من الندوات ومجموعه من الحصص للامهات. الحمد لله بفضل ديالهم بفضل مجهودات الجميع بفضل التعاون والتكافل ديال الجميع استطعنا نوصول لهذه النتيجه والحمد لله وشكرا. انا ايما خاضه مقاومه النطق بمركز سلام للمعاقين. الاسبوع اللي فات كنت درت واحد الندوه اللي كان الهدف ديالها اننا نديروا التنميه الذاتيه للامهات اللي كان عندهم لونكسيتي والقلق بسبب الجائحه، وهذه الندوه هذه كانت ساهمت بزاف ديال الحوايج خصوصا على النفسيه ديال لي مامون. يعني كنشكر الاطر لكل هجات، وكنشكر مركز السلام اللي عطاني هذه الفرصه هذه باش انني نقرب من لي ماما وانني نحاول نبارطاجي معاهم هذه الاكسبيريونس هذه، وانها كانت ندوه جد يعني جد مليئه بالاحاسيس ومليئه بزاف ديال الحوايج زوينين. وكنشكر مركز السلام مره اخرى.